بسم الله الرحمن الرحيم. العريش مصطفى، رئيس جمعيه اثرا لالعاب القوى بمدينه امزنيز المندويه تحت لواء الجامعه الملكيه المغربيه لالعاب القوى وعصبه مراكش تنسيف تلحوز. احنا اليوم جينا باش نتكلموا على النادي ديالنا اللي هو نادي يعني عريق بالعاب القوى بمدينه امزميز، وعطينا نتائج جد مرضيه، نتائج الحمد لله اللي تتفرحنا وتتفرح المنطقه ديالنا رغم الاكراهات. وحنا ان شاء الله الرحمن الرحيمين غاديين في هذا المسار رغم هذا الشيء كله، هو وعادي نزيدوا لقدام. الناس المسؤولين ديالنا راه بداو تيتفهموا الوضعيه ديالنا، وتنشكرهم وتنشكروا الناس ديال المجلس اللي بدا تيتوعى بان بالمشاكل ديالنا وبالاكراهات ديالنا، وانا تنشكرهم وتنتمنوا ان شاء الله الرحمن الرحيم باش يوقفوا مع هاد الشباب اللي شباب مع معطاء وشباب اللي تيحمروا جا امزميز فين ما حلنا وارتحينا وتنجيبوا نتائج جد مرضيه رغم كل شيء اللي كاين. ونحن الحمد لله تنتسناو من المسؤولين ديالنا والناس المسؤولين ديال امزميز. شنو هاد الاكراهات؟ باش يمشيو معنا فهاد الانجازات ويخليونا باش نساو هاد الاكراهات هذا. وتنوجه واحد الرساله للسيد العامل ديال اقليم الحوز اللي تنتمنى من الله باش يوصلوا هاد النداء، رغم ان احنا الجمعيه الوحيده ديال العاب القوى اللي في امزميز اللي تتمثل المنطقه ديالنا وتتمثل تقريبا المنطقه العماله ديالنا مع بعض الجمعيات اللي تتمثلهم على الصعيد الوطني. والحمد لله احنا راه تنشرفوا مدينتنا تنشرفوا عمالتنا، وتنتمناو ان شاء الله الرحمن الرحيمين باش الناس المسؤولين في الجمعيه في المبادره والناس ديال المجلس الاقليمي والناس ديال الجهه باش يوقفوا مع هذا الفريق الفاتي اللي تيقول كلمته وتيحمر الوجه ديال المنطقه ديالنا. تنطلب من المسؤولين ومن المسؤولين ومن 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 السيد العامل باش يشوف من حالنا، راه حنا على وشك الانهيار. ورغم هذه الاكراهات راه حنا مستمرين وعادي ان شاء الله الرحمن الرحيم نستمروا، وعادي ان شاء الله ما يكون غير الخير. وانا تنتمنى عند الله الرحمن ان شاء الله الرحمن الرحيمين باش توقفوا في الصف ديالنا باش نتعاونوا مع هاد الوليدات اللي ما تيبخلوش حتى هما علينا بالعطاء ديالهم. وحنا راه ك ك ك ك ك ك كناس اختصاصيين في العاب القوى تنعطيو الجهد ديالنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.